قصف وقتل ودمار هي عناوين الأخبار القادمة من مدينة حلب السورية، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش النظامي وقوات المعارضة التي تسيطر على 50% من المدينة وفق الهيئة العامة للثورة السورية، فيما يسعى النظام جاهدا وبكل الوسائل إلى إعادة بسط يده على هذه المدينة الاستراتيجية، حيث وصلت المعارك إلى أطراف حي الأشرفية وباب أنطاكيا وأحياء جنين والعزيزية وسبع بحرات. في مدينة يدلب شمال غرب البلاد دارت كذلك اشتباكات عنيفة اليوم على طريق ريح سراق بين قوات المعارضة وجنود قافلة عسكرية تابعة للجيش النظامي، كما قام الطيران الحربي بقصف مناطق مختلفة في المدينة. مدينة تلبيسة القريبة من حمص والزبدان في ريف دمشق عاشت كذلك هذا الثلاثاء على وقع قصف عنيف شنه الطيران المروحي التابع للقوات النظامية، الذي قام باستهداف بعض المناطق في المدينتين. يشار إلى أن المواجهات أدت إلى مقتل 226 شخصا في مختلف مناطق البلاد أمس الاثنين، من بينهم 147 مدنيا.